يعمل ريتو لينديجر بدوام جزئي في مجال النشر ويقضي بقية الوقت مع ابنته. يمكننا ممارسة أنشطة ربما تخاف الأم كثيرا من القيام بها مثل التزلج أو السباحة في البحيرة. من المهم أن يكون الإنسان قادرا على قضاء وقت كاف مع أسرته. أريد أن أرى ابنتي تكبر. أنا على استعداد لكسب مال أقل مقابل أن يكون لي مزيد من الوقت. تشير دراسة حديثة إلى أن ما يقارب ثلثي الرجال يفضلون قضاء الوقت مع أسرهم أكثر من الحصول على تجربة وظيفية. يورك فيلر الذي يدير وكالة عمل عن بعد بدوام جزئي يقول إن الجيل الجديد يحدث تغييرا جذريا في الدور الذي كان يقوم به آباؤهم. يخصص الرجال اليوم بتلقائية المزيد من الوقت لأسرهم وأبنائهم، فهم يريدون أن يكونوا مختلفين عن آبائهم الذين كانوا متغيبين في الغالب. في الواقع القليل من الرجال من يختار تخفيض عبء العمل، وقد ازدادت نسبة العاملين بدوام جزئي باطراد خلال العقد الماضي، ولكن لا يتعدى هؤلاء 16% من جملة الرجال العاملين. بالنسبة لعالم الاجتماع ديتمار يتزل، الفجوة ما بين يطمح إليه الأشخاص وما يفعلونه أمر غير مفاجئ. إنها تعكس رغبة اجتماعية، ومن الطبيعي أن يقدم المشاركون في استطلاعات الأجوبة التي ترضي المجتمع، ولكن عندما ننظر إلى الواقع نرى أنها آراء غير قابلة للتنفيذ، والرجال عادة ما ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم حداثيين ومتنورين لكن لا يلتزمون بذلك عند التطبيق. Aber wenn es dann darum geht, das umzusetzen, sind sie dann vielleicht doch nicht mehr ganz so schnell bereit, zurückzustecken. وأولئك الذين يختارون العمل بدوام جزئي غالباً ما يشعرون بالجوانب السلبية، فالدوام الجزئي لا يتوافق مع طموحات التجربة الوظيفية. إذا كنت تريد حقاً إحراز تقدماً في العمل، فإن ذلك يتطلب الوقت والمداومة، وهذا يعني وقتاً أقل للأسرة. عادةً ما يقترن العمل بدوام جزئي بنظرة احتقار من طرف زملاء العمل. ألاحظ في بعض الأحيان أن الناس في مكان العمل ينظرون إلى العاملين بدوام جزئي كأشخاص ضعفاء وكسالى، ولكن هذه مجرد صور نمطية من المهم تصحيحها.